كلمني عن مشاركتكم في مهرجان الشيخ زايد. والله أول شيء هذه السنة اللي أنا السنة الرابعة في مهرجان الشيخ زايد، وكما تعودنا الاسم الغالي على قلوبنا مهرجان الشيخ زايد رحمة الله عليه. ومن كل سنة إلى سنة هناك في الإبداعات والأشياء الجميلة من ناحية التراث وتعدد الأجنحة والدول والمشاركات الكثيرة. يعني خالد، القهوة من وين تجيبونها وكيف تحضرونها؟ القهوة احنا عندك في نستخدم نوعين، يا الهرري او السعودي اللي هو البن السعودي، فناخذه هو اخضر طبعا، بعدين تحمصه على طريقة التحميص اللي هي معينة، يا شقراء يا حمراء يا سوداء، فالعربية والسعودية بشكل عام. وايضا عندكم العسل؟ اكيد. شو انواع العسل وكيف عندك تيبون؟ العسل انواع كثيرة جدا، لكن المشهورة اللي معتادة على الأكثر أغلب الناس اللي هي السدر، السمر، الطلح، الزهور، وكل عسل له فائدته المعينة. يعني خالد، أنتو خلطاتكم شوي غريبة، يعني أنا في زيارتي لكم شفت أنك تعطيني التمر مع الطحينية، فكلمني عن هالخلطات وشو سرها؟ هذه هي معروفة، اللي هو مثلا التين مع التمر، تمر مع الطحينية، هذه مشهورة أكثر شيء اللي هي مع أهل القصيم تحديدا. لكن نحن ضفنا إليها إضافة جديدة، التين والتمر والطحينية. عشان التين طبعا فيه حلاوة، والتمر حلاوته مش عالية كثيرة، فيعمل مزيج طعم كذا حلو مع حامض، مع شيء جديد نتميز فيه شركتنا احنا. بس هي مش مقتصره على التذوق وان يكون طعمها جميل، ولكن بعد فيها فوائد. اكيد عندك فوائد التمر، فوائد التين، فوائد الطحينيه، هذه لها فوائد عديده.